هذا البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة. حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم إلى حلقة جديدة بموضوعية. مع التطور التكنولوجي السريع أحدثت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ثورة هائلة في مجال الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني، وأدت إلى خلق سوق عالمي لكل من أصحاب الحقوق، لكنها بالمقابل أوجدت ظاهرة خطيرة تعرف بالقرصنة، وهو ما خلق تهديدا للمبتكرين والمبدعين حول العالم، وشكلت خطرا اقتصاديا على الصناعات الإبداعية والفكرية، كبدت الاقتصادات خسائر بالمليارات من الدولارات. فكيف نواجه هذه القرصنة وكيف نحمي الملكيات الفكرية والعلامات التجارية والإبداعية؟ نفتح اليوم ملف الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية بموضوعية مع سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم. أهلا بك معنا دكتور وشكرا على حضورك. أهلا وسهلا، وأنا الحقيقة سعيد بكم وبالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا فيك. يقال دكتور بأنه ثمرة الأفكار تدخل بالكثير من النشاطات الاقتصادية وحتى التجارية، لكن حماية هذه الأفكار والإبداعات تحتاج إلى مجهود كبير لحمايتها حتى تحقق ربما مستهدفاتها بالنسبة للاقتصاد. الملكية الفكرية والهيئة العامة اللي أنشئت ب 2018 حتى الآن، كيف يمكن أن توضح لنا مهامها وأيضا التعريف الأوسع للملكية الفكرية داخل المملكة؟ جميل. أنا الحقيقة أولا سعيد وأشكر لكم الاهتمام بهذا الموضوع، لأن فعلا المواضيع الحيوية والمهمة جدا جدا، ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية وهي جزء من رؤية المملكة العربية السعودية الاهتمام بالملكية الفكرية، لكن حتى على نطاق أوسع على مستوى العالم، لأن الملكيات الفكرية من الجوانب المهمة جدا جدا. ويمكن من أهم ما يميز الملكية الفكرية أنها تجعل الأفكار تخرج من الفكر من العقل إلى منتجات، وعندما تخرج الأفكار من العقل إلى المنتجات يأتي دور الملكية الفكرية لحمايتها. حين نعرف الملكية الفكرية هو الإبداع الإنساني الذي يترجم إلى منتجات يمكن حمايتها والعمل على حمايتها بشكل جيد. في كثير من الأحيان يكون الملكيات الفكرية قابلة للحماية إذا ترجمت إلى براءة اختراع أو نماذج صناعية أو أصناف نباتية أو دوائر إلكترونية متكاملة، أيضا تترجم على هيئة علامات تجارية أو أسرار تجارية، وكذلك يمكن أن تكون حق مؤلف، وحقوق المؤلف عادة نقسمها إلى حقوق أدبية وحقوق فنية مثل الرسومات والنحت والفن والأداء وغيرها من الحقوق الفنية التي يمكن أن تنتج من الإبداع الفكر الإنساني. هذه المنظومة بالإضافة إلى ملكيات فكرية أخرى يمكن أيضا إضافتها، مثل ما يسمى بنماذج المنفعة والمؤشرات الجغرافية، عندما يربط المنتج بموقع الجغرافي، هذه منظومة كبيرة جدا من الملكيات الفكرية ذات الأثر الاقتصادي، ليس فقط على الأفراد لكن حتى على الحكومات وعلى نمو اقتصاد الدول. نعم. اليوم دكتور عبد العزيز، قد ايه ممكن يعني نقول انه هناك مساهمه كبيره للملكيه الفكريه بالشركات السعوديه؟ نحن نعلم بانه هذه النسبه تعتبر يمكن بدول اوروبيه نسبيا 42% اذا عم نتحدث، ولديها عوائد جيده على الشركات. كم تبلغ اليوم النسبة للملكية الفكرية داخل الشركات السعودية، وقد ايه عم بتحققوا عوائد من الدور اللي عم تلعبوه لتعزيز هذا المفهوم؟ جميل. هذا الحقيقة من الأسئلة المهمة جدا جدا، لأن الملكية الفكرية هو جزء من الأهداف اللي قامت عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تعظيم القيمة غير الملموسة. احنا نعرف أن الشركات والمؤسسات عندها القيمة الملموسة اللي يمكن تقيس فيها ما لدى هذه الشركة، لكن هناك قيمة غير ملموسة لعوائد الملكية الفكرية، وقيمة الملكية الفكرية هي التي تحتاج نوع من التوازن. أعطيك على سبيل المثال، بحسب أحدث التقارير اللي صدرت لأكبر 500 شركة على مستوى أمريكا، مستوى القيمة غير الملموسة في أكبر 500 شركة على مستوى أمريكا 86%. قيمة غير ملموسة، بينما المتبقي هي القيمة الملموسة. الهيئة اليوم تسعى إلى رفع قيمة القيم غير الملموسة في القطاع العام والقطاع الخاص كذلك على المستوى الوطني، لتأكد أن هذه القيم غير الملموسة تنمو مع الوقت
ويصبح لها أثرها وقيمتها. أنا سعيد جدا أن من أحدث تقرير صدر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية على سبيل المثال اللي هو مؤشر الابتكار العالمي، أشار هذا التقرير إلى قيمتين غير ملموسة في المملكة ذات أثر اقتصادي عالي، وهو شعار شركة أرامكو السعودية وشعار شركة الاتصالات السعودية STC. لكن أن تظهر مثل هذه الشعارات في تقارير دولية على أنها ذات أثر وقيمة غير ملموسة، نحن نقوم اليوم بالشراكة مع الجامعات ومع القطاع الخاص ومع القطاع العام بتعظيم القيمة غير ملموسة لتأكد أن هناك اهتمام بموازنة القيمة الملموسة وكذلك موازنة القيمة غير الملموسة للشركات. اليوم ولله الحمد عندنا ما يقارب 50,000 علامة تجارية قدمت فقط بين عام 2019 إلى منتصف 2020، عندنا ما يقارب 5555 براءة اختراع مقدمة للهيئة السعودية الملكية الفكرية، عندنا طلبات متعلقة بالنماذج الصناعية أيضا بالمئات، عندنا طلبات متعلقة بحق المؤلف، هذه كلها عبارة عن نماذج من القيم غير الملموسة التي تسجل في الهيئة السعودية الملكية الفكرية وتحمى على المستوى الوطني. طيب أنت أشرت لي موضوع جدا مهم دكتور، يعني إحنا حتى نصل إلى مستهدفات الملكية الفكرية وهذا الوعي بالمجتمع سواء للشركات أو حتى الأفراد وحماية يعني إبداعاتهم، لازم يكون في عملية تعزيز اليوم للبحث والدراسات والتطوير، يعني يترافق أيضا مع عمل الهيئة العامة للملكية الفكرية. أنتم وقعتم هذه الاتفاقيات مع عدة جهات وجامعات، حدثنا عن يعني هذا الجانب تحديدا، كيف عم بتواكب مع أهدافكم وإلى أي مدى مشكلة التدريب هي عامل أساسي بعدم تحقيق المستهدفات؟ يا سلام، احنا دائما نؤمن أن الهيئة مثل ما أنها تركز على عمليات الملكية الفكرية لها جناحين، الجناح الأول يتعلق بتوليد الملكية الفكرية والجناح الثاني يتعلق باستثمار الملكية الفكرية، وهناك حلقة تربط الجناحين، هناك عمود فقري يمكن من خلاله التأكد أن ما نقوم فيه من توليد الملكية الفكرية يمكن أن يصل إلى أثر وقيمة في الميدان، ولذلك سعت الهيئة إلى إيجاد عيادات متخصصة للملكية الفكرية تقوم بتحليل أصحاب الحق سواء كانوا جامعات، شركات صغيرة أو متوسطة، بحيث أن تبين ماذا لديهم من ملكيات فكرية وكيف يمكن استغلال هذه الملكيات الفكرية بشكل جيد. أيضا أنشأنا أكاديمية الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تهدف هذه الأكاديمية إلى بناء الطاقات والقدرات فيما يتعلق بالملكية الفكرية. ولله الحمد المملكة خلال فترة أزمة كورونا في النصف الأول من 2020 أصبحت الدولة رقم 10 من بين دول العالم في التدريب في مجالات الملكية الفكرية، تم تدريب أعداد كبيرة جدا من الباحثين والباحثات وأعضاء التدريس في الجامعات وفي القطاع الخاص من أجل أن يكون عندهم المعلومة ذات العلاقة بالملكية الفكرية، عيادات ملكية فكرية، أكاديمية ملكية فكرية، وكذلك عندنا مراكز دعم الملكية الفكرية في الجامعات، وأيضا تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجامعات السعودية. اليوم ولله الحمد منضم إلينا 9 جامعات سعودية أنشأت وحدات لدعم الملكية الفكرية داخل الجامعات بالتعاون كذلك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. الهدف أن نسير بالابتكار حتى نصل إلى الاستثمار بشكل جيد من خلال الشراكة مع الجهات الوطنية خاصة الجامعات والمراكز البحثية ومع المنظمة الدولية كجهة منظمة لقضايا وعمليات الملكية الفكرية. أرجو أن تبقى معي دكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، سنتحدث بمقابل هذه الحماية عن حجم الانتهاكات أيضا لحقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، لكن بعد فاصل قصير. هذا البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة. هذا البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا بموضوعية اليوم. يفتح ملف الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وأحاور ضيفي الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للملكية الفكرية. أحييك من جديد دكتور عبد العزيز وشكرا على وجودك. كنا قبل الفاصل عم نتحدث يمكن عن العلامات التجارية، ذكرت أرقام مهمة، يعني بالمملكة 50,000 علامة تجارية، 5500 براءة اختراع. اليوم يعني ما هي حاجة السوق إلى قطاعات جديدة غير العلامات التجارية التي سجلت بالسابق؟ ما هو الجديد اللي عم تستقبله الهيئة من طلبات في هذا المجال؟ الحقيقة أن الموضوع له شقين. العلامات التجارية هي وسيلة لحماية المنتج، فبالتالي كل ما كان المنتج أقوى واسمه في السوق أقوى، كانت الحاجة لحماية العلامة التجارية أقوى. عندما نتحدث مثلا عن 50,000 علامة تجارية، تختلف قيم هذه العلامات التجارية. بعض مثلا العلامات التجارية العالمية المشهورة والمسجلة والمحمية في المملكة قيمتها الاقتصادية عالية جدا جدا. هناك علامات تجارية ناشئة في بداية عملها وبداية المستثمر لها في بداية تغذية لهذه العلامة وأثرها وقيمتها الاقتصادية تحتاج إلى شيء من الوقت علشان تنمو. ولذلك دائما نصيحتنا لملاك العلامات التجارية حتى في القطاع العام أن يقوموا بحماية هذه العلامة حتى لا تنتهك في المستقبل. اليوم ولله الحمد هناك وعي كبير جدا عند المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل حتى عند المنشآت الكبيرة، بل حتى عند القطاع العام أصبحت تسجل العلامات التجارية من أجل حمايتها من أن تنتهك هذه العلامة أو توضع في منتجات ولا يكون لها أثرها بشكل كبير. لكن إذا تكلمنا عن براءات الاختراع، براءة الاختراع هي تقاس بجودة البراءة، ولذلك الحماية في الغالب تكون حماية في سنواتها الأولى. طبعا بالتأكيد العلامة التجارية وبراءة الاختراع وغيرها من مسارات الملكية الفكرية تحتاج إلى حماية لسنوات طويلة، لكن براءة الاختراع رسوم الحماية لها السنوية تزاد مع الوقت. فبالتالي مالك براءة الاختراع يجب أن يكون لديه الوعي الكافي كيف يمكن أن يسوق هذه البراءة ويحولها من فكرة ترجمت إلى براءة اختراع وحميت من خلال براءة الاختراع إلى منتج يمكن تسويقه، وبالتالي أن يكون العائد الاقتصادي له كبير. تحدثت عن رسوم سنوية دكتور، يعني هل اللي بده يسجل براءة اختراع حيسجل رسوم سنوية؟ أدي عم تبلغ تكلفة الرسوم هذه، وهل عم تختلف من قطاع إلى آخر؟ هذا بالمناسبة هو نظام عالمي. نعم. كل ما يتعلق ببراءات الاختراع وتسجيل براءات الاختراع في أي مكتب من المكاتب العالمية هناك رسوم تسجيل، ثم تكون هناك رسوم الصيانة السنوية اللي تسجل، تختلف طبعا أرقامها من دولة إلى أخرى. المملكة تعتبر من الدول المتوسطة في قيم حماية وصيانة براءات الاختراع وتسجيلها. العلامات التجارية على سبيل المثال تجدد كل عدد من السنوات، براءة الاختراع تجدد بشكل سنوي، لكنها تتغير وتزداد مع الوقت، لأن كل ما زادت مدة الحماية كل ما كانت تكلفة الحماية هذه أعلى، وبالتالي تزداد قيم الرسوم السنوية بشكل متدرج وبشكل سنوي. نعم. أعود للعلامات التجارية، لأنه مؤخرا وافقت على تسجيل الأسماء يعني العائلية كعلامات تجارية دكتور. صحيح. ما أهمية هذا القرار اليوم، وأدي في إقبال يمكن من العلامات التجارية العائلية للتوجه لحماية يعني علامتها خلال هذه المرحلة؟ هذا سؤال مهم الحقيقة، وهذه واحدة من أبرز التحديثات اللي عملت عليها الهيئة السعودية الملكية الفكرية في مجال تطوير العلامات التجارية. نعود مرة أخرى للمربع الأول، هدف الهيئة السعودية الملكية الفكرية تعظيم القيمة غير الملموسة. اليوم إذا نظرنا لاقتصاد المملكة نجد أن هناك عدد كبير جدا من الشركات العاملة في الميدان وذات اسم ومكانة وسمعة واحترام عند المستهلك، لكنها مسجلة بأسماء العوائل. هذه الأسماء التجارية الموجودة الآن ونحن نشوفها في أسواقنا، إذا رغبت أن تحمي علامتها التجارية
احنا نمتنع عن حمايتها على اعتبار انها اسم عائلي. اليوم الهيئه تقول لا، انا ممكن اسجل حتى لو كان اسم عائلي ولكن بضوابط وشروط، لان الهدف اني اجعل هذه الشركات التي تسجل علاماتها التجاريه تنتقل من ان تكون وطنيه على المستوى الوطني الى المستوى الاقليمي ثم المستوى العالمي. لا يمكن ان تخرج اقليميا وعالميا ما لم تكن علامات تجاريه محميه، وحمايتها يجب أن يكون لدينا المرونة الكافية لتسجيل مثل هذه العلامات. وضعنا لها ضوابط، ومن أبرز الضوابط أن تكون هذه العلامة أو هذا الاسم له في الميدان يعمل بشكل استثماري تجاري على الأقل لعشر سنوات ماضية، بحيث أنه يثبت أنه فعلا مارس هذا العمل بهذا الاسم لفترات طويلة. وأيضا وضعنا بعض الضوابط التي تضمن سوء الاستغلال، وبالتالي احنا اخذنا نوع من المقارنه العالميه. عالميا نجد ان هناك اسماء تجاريه عالميه مشهوره، تعرفين اخت ميسا فورد على سبيل المثال شركه عالميه ضخمه لكنها اسم عائلي، مرسيدس وبنز ايضا اسماء عائليه اتحدت وانشات شركه مرسيدس وبنز، وغيرها كثير من الاسماء العائليه التي ظهرت واصبحت اليوم شركات عالميه ذات اثر عالمي. صحيح. نحن نطمح في المملكة العربية السعودية أن الأسماء اللي ظهرت اليوم في السوق السعودي ستكون بإذن الله في المستقبل شركات ذات أثر عالمي بأسمائها اللي مسجلة بها اليوم كأسماء عائلية. تقدمت إحدى العائلات يعني بتسجيل علامتها حتى الآن منذ القرار دكتور، يعني تلقيتم أي طلبات لحماية العلامة التجارية عائليا؟ هو الحقيقة نعم، تقدم عدد من الطلبات، لكني بحكم مهنية العمل أنا أحتاج أن نأخذ موضوعنا ووقتنا في دراسة هذه الطلبات حتى تعلن للعموم. تعرفين أخت ميسا أن الإجراء عندنا أن يقدم الطلب، يدرس الطلب شكلا وموضوعا، ثم إذا درس شكلا وموضوعا وتأكدنا من انطباق جميع المواصفات عليه تعلن للعموم، ثم يعطى العموم فرصة شهرين للاعتراض على هذا الاسم، لأن قد يكون شخص آخر بدأ اعتراض على هذا الاسم أيا كان الاسم، إما لأنه يتقاطع مع يعني علامة يملكها، أو أنه يتشابه مع علامة يملكها، أو لأنها قد تلبس الجمهور بعلامة هو مالك لها ولكن هناك تشابه بين العلامتين. بعد فترة الشهرين يتخذ القرار النهائي، لكن نعم هناك إقبال من الأسماء العائلية للتقدم كعلامات تجارية، وهناك عدد بالمناسبة من العلامات التجارية المسجلة على سبيل المثال شركة العليان علامة تجارية مسجلة، أسواق العثيم علامة تجارية مسجلة، وهناك عدد من العلامات التجارية المسجلة، لكن نطمح أن نعظم من قيم غير الملموسة للشركات العائلية حتى يكون أثرها بإذن الله في المستقبل عالي. طيب أنتم أطلقتم أيضا خدمة التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف دكتور عبد العزيز، هاي مبادرة كانت من الهيئة لحفظ حقوق الملكية أيضا لأصحابها، قد ايه تلقيتم يعني كذلك طلبات أو حجم تسجيل في هذه الخدمة حتى الآن؟ الحقيقة هناك إقبال كبير جدا، وأنا سعيد الحقيقة أن أول شهادة صدرت لمصنفات الحق المؤلف كانت هي شهادة لتطبيق أبشر، وهو التطبيق الحكومي اللي يقدم كثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. هناك إقبال حقيقة، ونحن أطلقنا خدمتين، خدمة تسجيل البرامج الحاسب الآلي والتطبيقات، وأيضا خدمة تسجيل التصاميم المعمارية، لأن هذه نؤمن لها أثر اقتصادي كبير، ولذلك بدأنا في تسجيلها وحمايتها، والقائمة تطول بإذن الله. سيكون هناك أيضا مسارات جديدة من المجالات اللي يتم تسجيلها. إلى اليوم سجل ما يقارب 227 طلب مرتبط بحق المؤلف، والتي يمكن أن يكون لحمايتها أثر اقتصادي على المستوى الوطني. لكن أنا أحب أن أؤكد أن هناك عدد كبير جدا من المجالات التي يمكن تسجيلها وحمايتها، لكن نبدأ بشكل متدرج. ما نطمح إليه أن تكون حتى الصورة التي تؤخذ من خلال جهاز الجوال أو الكاميرا يمكن تسجيلها وأخذ شهادة تسجيل عليها وحمايتها، حتى يمكن في المستقبل
تسويقها وبيعها والاستخدام والترخيص باستخدامها، لأن العائد الاقتصادي لها قد يكون كبير جدا. نعم دكتور، حجم الانتهاكات، يعني أنا بدأت الفقرة الثانية وأنا أريد أن أسأل عن حجم الانتهاكات للحقوق الملكية الفكرية داخل المملكة اليوم بظل كل هذه الحماية والإجراءات اللي عم تتخذها الهيئة، كم بلغ حجم الانتهاكات وبأي القطاعات تحديدا اليوم عم تلمسوها؟ جميل، أنا أتمنى أني أقدر أجاوب على سؤال حجم الانتهاكات، لأن الحقيقة الانتهاكات لها ثلاث زوايا. أن هناك جانب الانتهاكات هو عبارة عن انتهاكات على مستوى عالمي وتحتاج إلى تضافر جهود عالمية لمنع الانتهاكات، فبالتالي إذا كان هناك انتهاك في دولة معينة على سبيل المثال باستخدام أو تسويق مقاطع فيديو أو مقاطع موسيقية أو مقاطع صوتية، وهذه المقاطع يمكن أن تبث في أي مكان آخر من العالم، يجب أن يكون هناك جهد عالمي لمقاومة هذه الانتهاكات بشكل كامل. الجانب الآخر أن هناك انتهاكات تصدر عبر الدول الأخرى، وبالتالي يجب أن يكون هناك نوع من التكامل والتعاون بين الدول من أجل إيقاف مثل هذه الانتهاكات. الجانب الثالث الانتهاكات التي تنشأ من داخل الدولة، ولذلك احنا نعمل على ثلاث محاور ولنقاوم موضوع الانتهاكات. بالمناسبة على سبيل المثال خلال الفترة الماضية تم مسح ما يقارب من 1000 موقع، وخلال المسح ل1000 موقع تم رصد ما يقارب 231 موقع لديه انتهاك في الملكية الفكرية، وعملت الهيئة على حجب هذه المواقع والتعامل مع ملاكها وأصحابها بالطريقة القانونية النظامية. تم مصادرة ما يقارب 500 منتج مخالف للملكية الفكرية، وأيضا التعامل معه بطرق النظامية التي تتعامل مع الموضوع. إجمالي التعويضات اللي دفعت في موضوع الانتهاكات تصل إلى 40 مليون ريال، وهي قرارات أيضا صدرت لتعويضات تتعلق بالملكية الفكرية. المخالفات أيضا تصل إلى 1,700,000 ريال تم إعطاء مخالفات فيما يتعلق بانتهاكات الملكية الفكرية. لكن حتى تسيطر الهيئة على الموضوع لدينا عدد من المبادرات ذات العلاقة بالتأكد من احترام الملكية الفكرية، مثل ما تفضلتي في البداية، ملكية فكرية دون أن يكون لها احترام في الميدان لا يمكن أن يكون قيمتها الاقتصادية عالية. ولذلك من مبادراتنا أن الهيئة الآن أوجدت ضابط احترام، مسؤول احترام للملكية الفكرية في القطاعات الحكومية. تقوم الهيئة بتأهيله وتدريبه وتعطيه كل ما يمكنه من القيام بعمله للتأكد أن هناك امتثال بضوابط ومعايير الملكية الفكرية. رقم واحد. أيضا الهيئة قامت بإصدار السياسة الاسترشادية للملكية الفكرية. في كثير من الأحيان يقع الخلل بمواضيع الملكية الفكرية بسبب الجهل أو عدم الوعي بحقوق الآخرين. فإذا أنا أعمل في قناة على سبيل المثال، لازم يكون واضح حقوق القناة، حقوق المذيع، حقوق المخرج، حقوق الأفراد، حقوق المقدم وحقوق الضيف. ما لم يكن هناك سياسة للملكية الفكرية تضبط هذه المنظومة بشكل كامل، قد يكون هناك خلل في الامتثال بجوانب الملكية الفكرية. اليوم الهيئة تعمل على تدريب مسؤولي احترام الملكية الفكرية بشكل كامل. الهيئة كذلك تعمل على من خلال المتسوق الخفي، لديها عدد من المتسوقين الخفيين هؤلاء يدورون في مجالات في محلات والأماكن التي يمكن أن يكون فيها منتجات لديها انتهاك الملكية الفكرية، وبالتالي تمارس عملها في هذا الموضوع. لأن مما يميز الهيئة السعودية الملكية الفكرية، وبالمناسبة هذه لا توجد في كثير من دول العالم، أن منسوب الهيئة لديهم صفة الضبط القضائي، فبالتالي يمكن تحقيق كل ما يتعلق بالالتزامات القانونية المتبعة على صفة الضبط القضائي في أعمالنا. نعم. سؤال أخير دكتور، لأنه انتهى وقتنا تقريبا، أعود على ذو بدء بما يخص الموظفين، لأنه تم نقل موظفين من وزارة الإعلام ووزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. هل تم حصر يعني تكاليف هذا النقل، وقديه متوقع عدد الموظفين المرتقب نقلهم إلى الهيئة من قبل هذه الجهات؟ هو الحقيقة أن الهيئة منذ بداية تأسيسها كان لديها توجيهات واضحة من القيادة في المملكة العربية السعودية
أن تستقطب أفضل الطاقات في المملكة العربية السعودية المؤهلة من أجل تحقيق أهداف الهيئة. فعملت الهيئة على مسارين، المسار الأول هو مسار استقطاب، كيف تستطيع أن شخص أن تستقطب المناسب للعمل في الهيئة من أجل تحقيق أهداف الهيئة. المسار الثاني هو عبارة عن تحليل شامل لجميع من عمل في مجالات الملكية الفكرية، سواء في مدينة الملك عبد العزيز علوم التقنية أو وزارة التجارة أو وزارة الإعلام، وبالتالي تم استقطاب أعداد من المختصين للعمل في الهيئة. اليوم لله الحمد تم استقطاب ما يقارب 100 وزيادة من الموظفين في الجهات الثلاث، يعملون اليوم في الهيئة بعقود مع الهيئة بشكل كامل، الهدف أن يمارسوا أعمالهم ضمن اختصاصاتهم وبالامتيازات التي تقدمها الهيئة لكل من يعمل في الملكية الفكرية. ونحن نؤمن أن أعضاء أسرة الهيئة السعودية للملكية الفكرية هم أسرة يعملون بشكل متكاتف لتحقيق أهداف الهيئة. وبالمناسبة أكرر لهم كثيرا، أنا أفخر بكل واحد من الزملاء والزميلات اللي يعملون في الهيئة، لأنهم يعملون بطريقة تجعل الهيئة تجعل المملكة بإذن الله نموذج في مجالات الملكية الفكرية واحترامها. ونحن طبعا نتشرف بوجودك وبهذا الحديث اليوم دكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للملكية الفكرية، أسعدتنا بوجودك وشكرا على وجودك بحلقة بموضوعية لهذا الأسبوع. وأنا أشكر أيضا بموضوعية، وأشكرك بشكل شخصي الأخت ميساء على الاهتمام بموضوع الملكية الفكرية، وأتمنى لكم التوفيق الدائم. شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا إذن نأتي إلى نهاية حلقة بموضوعية لهذا الأسبوع. بالأسبوع المقبل ملف جديد من المملكة العربية السعودية. إلى اللقاء. البرنامج برعاية العقار مخزن الثروة دار الأركان عامرة.